أعزائي مشاهدي طيبة في كل مكان، أسعد الله مساءكم دائما بالخيرات. من واحة السلام من محافظة الوديع الجديد، نحييكم في حكاية جديدة من حكاية الواحات. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا في حكاية من حكايات الواحات. وفي حكايتنا النهاردة نستضيف الدكتورة آية سيد يوسف، المدرس بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، والتي تعد نموذجا للفتاة الواحاتية التي انتصرت وما زالت تنتصر لتحقق ذاتها كواحدة من أصحاب الهمم. نعم، إنها نموذج للمثابرة والإصرار بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد. النهاردة حكايتنا من محافظة الوادي الجديد مع نموذج، مع إحدى فتيات الواحات. قدرت تشتغل على نفسها كويس قوي، ووصلت من خلال تميزها إلى درجة مدرس في كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، الدكتور آية سيد يوسف. برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة آية سيد يوسف، بنت الوادي الجديد، بنت مدينة الداخلة، بنت قرية المعصرة. بداية وقبل أي كلام، قولي لي السيرة الذاتية بتاعتك. أنا اسمي آية سيد يوسف عبد المختار، من محافظة الوادي الجديد، من الداخلة، من قرية المعصرة. ولدت في عام 1998. من منذ ولادتي وأنا أعاني من إعاقة، فأجريت عملية جراحية في 2005، ويعني كانت بتشكل لي صعوبة في البداية، ولكن الآن الحمد لله يعني بقيت أفضل من أول، الحمد لله. الحمد لله يعني. ودخلت المدرسة في سن 7 سنين، وده طبعا بعد عناء شديد لأن أهلي كانوا رافضين الدراسة. وبعد كده خدت لحد المرحلة الإعدادية وتوقفت. بعدها قدمت في الثانوية العامة، أخدت فيها حوالي 3 أيام وما كملتش بسبب التنمر. وبعدين قدمت في المدرسة الفنية الخاصة بالدبلوم، كنت عايزة أروح على الامتحان طبعا منازل. وبعد كده برضو تم رفضي وادوني سنة تانية كمان في البيت. بعدها كان عندي ابن عمي برضه هو ذوي همم، وكان والدته كانت واخداه للمحافظ، هو كان محافظ الوادي الجديد. قال لها ايه؟ طيب المحافظ لما راحت له، لما راحت له كان قال لها طالما هو حصل على المهنية فطبعا تم رفضه ان هو يدخل ثانوية عامة. كان عايز يخش ثانوية عامة. فبعدها لما سألني المحافظ انت عايزة تدخلي ايه او نفسك تعملي ايه، قلت له انت رحت معاهم يعني؟ فقال لي، قلت له عايزه ادخل تجاره، دبلوم تجاره. فراح قال لي طب انت حاصله على ايه؟ قلت له حاصله على شهاده اعداديه. قال لي خلاص طالما حصلتي على الشهاده الاعداديه يبقى تدخلي ثانويه عامه. فانا في البدايه رفضت طبعا، لان بعد الثانويه العامه في كليه وانا ما كنتش عايزه اروح بسبب المواصلات، وبسبب اني مش هعرف اتحرك لوحدي ودايما عايزه مرافق معايا.
فبعدها أصمم إن أنا يعني صمم على إن أنا أروح ثانوية عامة، وبالفعل التحقت بالثانوية العامة بس كنت منازل، وخدت سنة كاملة دراسة، سنة كاملة يعني الكتب كلها على بعضيها، لأن كان فاضل شهر على الامتحانات بتاعة الترم الثاني. فطبعا خدت 4 مواد البداية، امتحنت 4 مواد، وفي الصيف كملت بقيت دراسة المواد التانية امتحانتها يعني. دكتورة، اسمحي لي أقول بقى دكتورة، وإن شاء الله هتبقي دكتورة إن شاء بإذن الله الله. بإذن أنت الله. دلوقتي مدرس في قسم التاريخ كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، لكن مستقبلا هتبقي إن شاء الله رسمي الدكتورة آية سيد يوسف إن بإذن شاء الله. الله. أكمل معاكي الحكاية، دخلنا الثانوية العامة وقدمنا بعد كده ونجحنا، وقدمنا بقى على الكليات بتاعتك، احكي لي بقى الحكاية. في البداية دخلت كلية تربية أساسي، وطبعا تم رفضي لأن الكلية كانت يعني كلية عملية وما كانش هينفع معايا كلية عملية. بعد كده قدمت آداب انتساب، بعد كده ذاكرت وجبت جيد جدا وحولت انتظام و يعني انت جبت جيد جدا في سنة أولى لما دخلتي آداب انتساب آداب قسم تاريخ انتساب، تمام. وفي سنة تانية جبت امتياز، وسنة تالتة جبت امتياز، وسنة رابعة جيد جدا، وطلعت الأولى على دفعتي، كنت بطلع الأولى على دفعتي. ما شاء الله ما شاء الله. وتعينت في الجامعة، وخدت قبل تعييني في الجامعة سنة 22 أخدت تمهيدي ماجستير من أسيوط، وبعدها اتعينت في الجامعة معيدة بتكليف من الجامعة. دكتورة آية سيد يوسف هي ابنة قرية المعصرة بمركز الدخلة، وهي مثال للفتاة التي تبحث عن الجودة، فلها أسلوبها في الحوار ولها أسلوبها في الحديث، فهي تمتلك عقلية متفردة ساعدتها بأن تحقق ذاتها كمعيدة بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد. دكتورة آية، كلميني بقى عن المرحلة الحالية، وانت دلوقتي مدرس مساعد في كلية الآداب قسم تاريخ في جامعة الوادي الجديد. عملية اختيار قسم التاريخ تحديدا يعني تمت ازاي؟ في البداية لما جيت قدمت أنا ما كنتش عايزة أدخل تاريخ، أنا كنت عايزة أدخل علم نفس، ولكن ما لحقتش المقابلة الشخصية، يعني أنا جيت في يوم كانت هي قبل اليوم اللي تمت فيه فما لحقتهاش، فسبحان الله هو نصيب بقى. ف حلوة قوي كلمة سبحان الله، قدر قدر ربنا ان صح ما تروحش تمتحني امتحان علم النفس عشان تتاخد معيدة بعد كده في قسم تاريخ. الحمد لله كملي الحمد لله. سامعك. فبعدها قالوا لي يا تدخلي عربي يا دراسات إسلامية تاريخ، أنا طبعا كنت رافضة التلاتة، فقالوا لي خلاص هنحط لك أول رغبة تاريخ، وبعد كده احضري أول أسبوع لو عايزة تحولي حولي. بالفعل حضرت أول أسبوع، وكان يوم 4/10/2018، كان يوم أربع، كانت محاضرة أستاذي الدكتور محمد أحمد فهمي أستاذ التاريخ اليوناني والروماني بجامعة الوادي الجديد، وطبعا أنا أعجبت بيه وبشرحه جدا وكملت في التاريخ، والحمد لله حبيت التاريخ جدا. حبيت التربية وانطلقتي بقى. كويس قوي. دكتورة آية سيد يوسف، دلوقتي انت بقى يعني متخصصة في التاريخ مش كده برضو؟ قولي لي بقى، انت يعني بتدرسي التاريخ كله ولا اخترت حاجة معينة تحط عليها بصماتك وتدرسيها بشكل أوسع؟ في بداية الـ في الـ يعني في الـ في مرحلة الليسانس كنا بندرس التاريخ كله بشكل عام، لكن في مرحلة الماجستير
تخصصت تاريخ الوسيط، ودلوقتي حاليا في الرسالة بتاعتي اخترت تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب. تاريخ. اه كويس. دكتورة آية سيد يوسف، عنوان الماجستير بتاعتك والدراسات واهتمامك تحت ينصب تحت عنوان تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب، عنوان كبير. طب ما تقولي لي ايه تاريخ العلاقات ده؟ تاريخ العلاقات ليه أكتر من مسمى، يعني مثلا المؤرخين الأوروبيين أو الغربيين أطلقوا عليه تاريخ الحروب الصليبية، وتاريخ الحروب الصليبية ده مصطلح خاطئ، مش صحيح، لأن الحروب الصليبية لم تخرج من أجل الصليب، بل هم اتخذوا من الصليب شعار للحرب، لأنهم كانوا بيقوموا برسم علامة الصليب على ملابسهم وهم خارجين من الغرب الأوروبي لبلاد الشرق الإسلامي. وأطلق عليه المؤرخين العرب حروب الفرنج أو حروب الفرنجة نسبة إلى بلاد الغال، وهي فرنسا حاليا. وخرج الغرب الأوروبي لبلاد الشرق الإسلامي من أجل الدين ومن أجل تخليص قبر السيد المسيح من يد الأتراك السلاجقة. ولكن منذ خروج الغربيين كل مدينة كانوا بيمروا عليها كانوا بيقوموا بذبح وتقتيل إخوانهم المسيحيين، وكانوا بيستولوا على الثروات المختصة بالبلاد. وده طبعا يعني بيبين إن مقصد الحروب الصليبية من وجهة نظري أنا سبب اقتصادي، مع إن ليها أسباب اقتصادية وأسباب اجتماعية. سرقة منحب الثروات. ويعني ولاحظنا ده في الحملة الصليبية الرابعة عام 1204، إن الصليبيين أو الغربيين قاموا بتقتيل إخوانهم المسيحيين في الحملة الصليبية الرابعة. فده أكبر دليل بيدل على إن الحملات الصليبية لم تخرج من أجل عامل ديني. التعليم والثقافة هما الوسيلة الأفضل لتعديل السلوكيات إلى الأحسن، وبالتجربة يصبح الإنسان صاحب الخبرة وصاحب التجارب المتميزة تعليميا وأدبيا وأخلاقيا. سيد يوسف المدرس في كلية الآداب قسم التاريخ، من كلامك كده أنا أكتشف كمان إنه حصل اضطهاد بقى للمسيحيين وفي العهد الإمبراطورية الرومانية، وهروب ناس كتير جدا بدينهم زي ما هو. واحنا هنا في الوادي الجديد في أمثلة كتيرة جدا على إنه في كتير من الأقباط اللي عاشوا عندنا في الواحات، مش كده برضو ولا ايه؟ يعني لما حصل الاضطهاد طبعا تمسكوا بالديانة، وأكبر مثال على ذلك منطقة البجوات اللي موجودة عندنا هنا في الخارجة، دي مثال كبير جدا على ما حدث في الفترة يعني دي. دكتورة آية، أنا عايز أقول كمان إنه منطقة البجوات الأثرية في مدينة الخارجة تحديدا شمال مدينة الخارجة هي أقدم أثر قبطي موجود، ممكن نقول على مستوى الشرق الأوسط مش على مستوى مصر كمان. يعني مقابر البجوات حوالي 263 هيكل،
بتمثل بقى الأقباط والديانة المسيحية، وإزاي دول فر بدينهم من الاضطهاد الروماني وجم عاشوا في الواحات هنا في السلام وفي الأمان. أنا بس حبيت أوضح النقطة دي علشان المشاهد الكريم اللي بيتابعنا يبقى عارف إحنا بنتكلم في تاريخ، وتاريخ موثق، وفي أثر كمان موجود في الواحات المصرية. دكتورة آية، أنتقل بك إلى جزء مهم جدا، وهو المرأة تقود. الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت يعني كل الدعم لكل من يرى في نفسه أنه هو عنده كاريزما القيادة، وأنا شايفك أنت أنك أنت هتبقى قيادة. شكرا جزيلا. قولي بقى أسمعك. بالنسبة للمرأة، المرأة يعني مع احترامي لجميع الرجال كالرجل، يعني تعمل ولها حق العمل ولها حق التوظيف ولها حق كل حاجة، ويمكن هي لها دور كبير جدا في العمل. وحاليا بنشوف الدكاترة والمهندسين ورؤساء المدن ورؤساء قرى بالظبط، ودكاترة ورؤساء جامعات بالظبط، فهي لها حقية كالرجل. بس طبعا هذا لا يمنعها من ان هي تكون اسره وان هي يبقى لها مكانه في المجتمع. فالحق عليها ان هي تعمل وتتعلم تواصل، وليها حق توليه المناصب، وتعمل على تربيه، يعني تعمل على تربيه ابنائها طبعا. وهذا يعني شيء عظيم جدا في حد ذاته، لان المراه بطبعها ضعيفه. فانها تقود منصب ده في حد ذاته فخر، فأنا بحترم يعني كل امرأة يعني قادرة على العمل وقادرة على تربية أبنائها يعني، وربنا إن شاء الله كده يرفع مكانتهم دايما. الدكتورة آية سيد يوسف، من كلامك قلت حاجة مهمة جدا، وهو إن المرأة وتربية الأسرة، هي بتربي مجتمع مش بتربي أسرة كمان، بالظبط، لأن ولادها لما بيطلعوا متربيين كويس، مصروف عليهم كويس، متعلمين كويس، يعرفوا دينهم كويس، بيطلع منتج بني آدم خير لوطنه وخير لبلده، مش كده برضه ولا ايه؟ بالظبط بالظبط. اولا على المرأة ان هي عشان تربي ابنائها لازم تعلمهم اسس الدين الصحيح، لان اي انسان في الدنيا سواء رجل او امرأة لو ما كانش عنده علاقة موثقة برب العالمين فهو فاشل. دي يعني تعتبر من أهم 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 سبل النجاح. لازم الإنسان يوثق علاقته بربنا عشان يكون ناجح، عشان يكون في أمان، عشان يعني الدنيا بالنسبة له زي ما بنقول كده تكون سلسة. فده عامل مهم جدا. بعد أسس الدين طبعا التعليم. التعليم ده لأن هي لو أنشأت صح هتكون قادرة إن هي تنشئ يعني أبنائها في مجتمع صحيح، مجتمع يعني ذو توعية له قدرة على التفكير والإبداع، فده شيء مهم جدا يعني. فبالعمل والمثابرة والصبر والإخلاص تستطيع أن تصل إلى حلمك. نعم، لن تتحقق الطموحات بالتمني، ولكن بالعزيمة والإصرار والصبر تستطيع أن تصل إلى ما تسبو إليه. سيد يوسف، التعليم الجامعي لبنات الواحات، أنا بعتبر يعني مؤخرا
ان يبقى عندنا جامعة مستقلة، ده شيء طيب جدا. كمان ان يبقى عندنا فرع الجامعة الازهر، بداية ان احنا يكون عندنا جامعة للازهر وانشاء كلية البنات للدراسات الاسلامية، ده شيء طيب جدا. المعاهد الفنية الصحية منتشرة، يعني عايز اقول في طفرة في التعليم الجامعي في محافظة الوادي الجديد. باعتبار بقى انت بقى دلوقتي في الجامعة، بقى انت شايفة الاضافة دي شكلها ازاي على المجتمع الواحاتي وعلى بنات الواحات وفتيات الواحات؟ أولا ده شيء يعني إيجابي جدا، وإن شاء الله يعني، وده من وجهة نظري، إن محافظة الوادي الجديد هتكون محافظة عريقة لها تاريخ عريق، وهتكون يعني محافظة هتكون علمية، وأنا أأمل إن شاء الله إن يطلع منها باحثين كويسين إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله. دكتورة آية سيد يوسف، أنا شايف إن العطاء فيك صفة، يعني الحكاية اللي أنت بتحكيها لنا من بداية المدرسة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ده يؤكد إنك تملكي طاقة كبيرة إيجابية، وده اللي خلاني إن أجي أقعد معاكي وأستفاد منك زي ما بيقولوا. شكرا جزيلا لحضرتك، والله يعني انا بحمد ربنا ان ربنا خلاني من ذوي الهمم، لان دي ميزه، ووسط الملايين لما ربنا يميزك بحاجه عن البقيه دي في حد ذاتها شيء عظيم جدا، وانا بفتخر بنفسي، ودي اول مره هقولها يعني دلوقتي، انا بفتخر بنفسي وبفتخر ان انا بنت جامعه الوادي الجديد، بنت قسم التاريخ، وبشكر السيد الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعه الوادي الجديد على مجهوداته العظيمه اللي بيبذلها مع فئة ذوي الهمم داخل الجامعة، والله يا دكتور عبد العزيز يعني حضرتك تاج على راسي من فوق. احنا كمجتمع واحاتي كل بقى، اذا كان الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي هو يعني الشخصيه اللي تستحق كل الشكر، فكمان مامتك وبابك والمجتمع اللي انت عايشه فيه في قريه المعصره، والمدرس بتاعك اللي درس لك في ابتدائي واعدادي وثانوي، كل الناس تشكر ولا ايه؟ طبعا يعني أنا بقدم لهم كل الشكر وكل التقدير، ويمكن دي حاجة قليلة قليلة جدا جدا جدا. دكتورة آية سيد يوسف، لو اتكلمت عن الوادي الجديد باعتبارك بقى دارسة تاريخ ومهتمة بجزء التاريخ، ايه اللي ممكن تقوليه عن محافظة الوادي الجديد من الناحية التاريخية، من ناحية الآثار، من ناحية السياحة، ايه اللي محتاجينه مثلا على سبيل المثال؟ والله محتاجين اهتمام كبير بالآثار اللي موجودة في الداخلة، وده هيجذب سائحين من الدول الأخرى، وهيساعد في السياحة، لأن عندنا آثار كتير جدا، خاصة منطقة القصر، مدينة القصر الإسلامية، فكل وغير طبعا الفنادق، فكل ده محتاج اهتمام، محتاج عشان خاطر ان احنا يعني نوسع من السياحة عندنا في الوادي، ويعني وتتعرف محافظة الوادي الجديد، لان اكتر من حد بيتخيل من ان الوادي الجديد دي على جمل وحاجة يعني ايه جمل وخمتين. جمل وخيمتين. اه بالظبط. أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، سردتها لنا الدكتورة آية سيد يوسف المعيد بقسم التاريخ بكلية الآداب بجامعة الوادي الجديد، والتي تعد نموذجا ناجحا للمثابرة والإصرار والعزيمة والصبر للفتاة الواحاتية التي لها ظروفها من ذوي الهمم. ففي الختام لها منا التحية ولها منا التقدير ولكم منا السلام.
أعزائي المشاهدين، كنا معكم في حكاية من حكايات الواحات، قدمناها لكم من محافظة الوادي الجديد.